بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سنجمع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الدار وفي الخارج. نقول لهم أزولي الجزائريين الثانيين اللي عايشين في سمورت وبلغ لهم بونجور وسالي تو لي زانجيان الجيان كي فيون الجيان اترانجي. البارح يا خالتي في التلفزيون تاع المغاربية شتي اون ايميسيون، جي اسيي دو تيليفوني والله خالتي شحال من خطرة، 4 خطرات وانا نسيي. وكان وصح التلفزيون كيما هذيك تما ما شاء الله كاين ناس بزاف في تليفونيو، هذه هي باش تشوفوا الديمقراطي ويزاكسبت لي زوتر ايديا. يعني اللي كان يقول تحيه بوتفليقه كيما سمعت واحد قال تحيه بوتفليقه كل شيء عندنا الى اخره، هذه هي الديمقراطيه. والاخر كريتيكي لازم هذاك اللي كان يدافع على بوتفليقه كانت يسمع وما يقولش ما كاش منها، ولا هذه هي، لأن الإنسان نحاسبوه حسب الأفعال تاعو. حنا يا أخي أنت اللي لو يدافع على بوتفليقة وجماعته تما الجزار والعماري والأخرين، هادو الناس يا أخي مدونا حاجة داروها كيما بوتفليقة، مدنا حاجة 15 سنة هو في الحكم، مدونا حاجة دارها مشروع تاعو صح تاعو، واش دار؟ راح يبني جامع اكبر مسجد قالك في العالم، ولا ما على باليش في الامه الاسلاميه، المسجد اللي خصنا، المسجد اللي خصنا باش يديرنا هادو غير تعرف تاع سرقه الى اخره، باش يديو المشروع باش يديو لغه. هذا مثلا الشعب الجزائري ماشي مخصوص على الجامع، الجامع معمر جوامع، معمر جوامع في اللغه في الجزائر الحمد لله، ورانا مسلمين. ماشي كي جا هذا زعما يدير نجاح، هذا هو المشروع تاعو. والمشروع الثاني هو بناء 30 سجن في الجزائر، 30 سجن بريسي، 30 سجن، هذا هو المشروع تاعو. المشروع باسكو كاين الناس يدافعوا عليه يقول لك دار كذا، دار المترو، المترو ماشي تاعو، لا بروف 15 35 سنة وهذا المشروع، لأن 35 سنة شكون كان في الحكم؟ كان شادلي، المطار هو ريبومدين شادلي، الترام شادلي إلى آخره، حتى المترو حتى الأخر لوتوروت المشروع تاع شادلي ماشي المشروع تاعو، هذا جا ياكل برك، هذا مطار. لأن كاين ناس يدافعوا على حاجة، لو كان جا صح بريزيدو كيما هم يهدر يا خويا يشكل بالجالية الجزائرية عايشين في الخارج، يشكل بهم، يشكل بلي زومباسات هذولا ويحطهم هو، ما يقوليش جينيرال توفيق، صح جينيرال توفيق يحطهم، لكن هو كرئيس، لأن الجزائر والجزائري يحاسب شكون؟ هو الراس، هو مالغري عنده الخفافيش إلى آخره، مي هو الأول اللي يتحاسب، هو البريزيدون الجيريان. هو يسكن بهادو لا ما لا ما لا في اسبانيا ميموتو كيما البارح درت هذيك لا فيديو، كيما شفتو الكارثة العظمى اللي راهو سايرة في فلاغريس، خاوتنا ميموتو يا خالتي. والمباصات هنا جامي انترفيني يا ربي، يا لو كان واحد ملاغريس، هذا نداء الى الجزائريين عايشين في فلاغريس، يا خويا ديروا دي فيديو وبينوا هاد الجزائريين راهم عايشين تما، كيف هم عايشين، كيف الناس في الحبس والمنبسط ديما جامي انترفيني. هذا هو الموضوعية، وانا هذا النداء الى المغاربية والى قناة العصر، ديرونا اون ايميسيون سبيسيال لهاد الناس، روحوا تما راكم دي جورناليست، روحوا تما. ولا كاش واحد عندكم مراسل تما ولا دي فيديو تجمع اليوتيوب ولا يديروا هذا باش نكافحوا هاد الناس، هكذا نكافحوهم نفضحوهم. يقول لك كلشي لاباس البلاد، كلشي لاباس. ولا تشفاو يا خاوتي في لي زاني 80 شاد لي باش تشوفوا مرا خير من 1000 رجال، قالتها له فين تشوف، سبحان الله، في بلاد قبائل في المؤتمر صومال في افريق، جا شاد لي تما اون بلان تيليفزيون، يا سبحان الله اون بلان تيليفزيون. هذيك المرأة كانت تتكلم، هي اللي كانت تدير عندها الدار هذيك،
كانوا جماعة تما يجتمعوا وهي اللي دير كيما يقولوا الباكلة دير لهم كلش. قال لها البريزيدون اسكو لاباس، هذه لاباس يعرفوها الجزائري قبائلي شاوي فرنسي يعرفوها كاع دوك لاباس، وانت اسكو تي تي بورت بيان كيما هو فرنسي. قالت له كلشي بلا خصاص، كلشي مخصوص تراديكسيون. والاخر لانتربريت هذيك واش قال له؟ قال له كلشي لاباس، ها كلشي بالاخصاص وكلشي لاباس. هادو اللي راهم يقتلونا فينا حنا، على لي خبزيست هادو لي شيتيست، عينا منهم يا خوتي عينا منهم، باسكو الحكم هذا وعايش بيهم هما. على سي بور سا قلت لكم ديروا في لاكريس في لونجليتير بارتو في سويسرا في لالمان، الناس هادو راهم في الحبس اللي يحب يهبط للبلاد يديروا فيديو، يديروا فيديو يفضحوا المسؤولين الجزائريين اللي في هذوك البلاد، يفضحوهم باسكو هاد الناس مسكين فين غير بولادهم غير بعائلته غير فاميلته. هذا ما كان، وان شاء الله البلاد ما تبقاش هايده، ما تبقاش هايده. وهذه لافير تاع ليكونومي كيما في حصه المغاربيه، يا اخي نامبورت كي يفهمها، نامبورت كي. البلاد اللي تبدل دراهمها كل عام تسمى ليكونومي طايح، والدينار تاعنا وين راه؟ او ما كاش كاع، ما كاش. شكون اللي قتلو الدينار؟ شكون اللي قتل ليكونومي؟ ماشي شعبي، ما تقولوليش هادي كل الناس اللي يبيعوا برا، لا. شكون اللي قتلو؟ قتلو البراد، قتلو حداد وجماعتهم هادوما، هادوما اللي حاكمين، اللي عندهم يقول لك دي مليار، ما عندناش دي مليار، عندنا دي بليونير دو، باسكو سي تان بلوشيشمون دارجون هادوما كاع. تقولوا لي يخدم الناس، صح يخدم الناس. شوفوا لافير تاع دايو اي في اليوتيوب، ماشي انا لافير تاع دايو تاع عمر برا، خدامي كيف ميغريفي ولا اخره، هادو ما تهدروش عليهم، لان هذا في ميغريفي سي تان سيتوان جيني سامبل بسيط، ما عنده لا معرفه، تكل على ربي بر، هذا هو. ودوكا راكم تشوفوا قاعدين لي كنا راني نشوف اخترا من داك زعما ليكس مينيس يهدر ليكس كدا، يا اخي عينا منكم يا اختونا، روحوا نديروا معارضه بلا بيكم انتوما، باسكو كنتو في البوا وكليتو كيما راكم تاع كيما بنبيتو هذاك خزال البابيون كاع كيما راكم، كيف كاع لي كان في الحكومه كيف ما يقول لاني معارض لا والو، باسكو دخلتو برا الرداية تاعكم، كليتو اديتو، ودوكا زعما راكم معارض. يا اخي خلاص غير ما تهدروش، باسكو واحد ما يمشي معاكم، انا نقولها لكم واحد ما يمشي معاكم، يمشي واحد سرق كيما نتوما، يمشي واحد اللي طامع كيش ما يدي كيش ما بقى يدي ولا اخره، هذا ما كان. مي جزائري بسيط ما يمشيش معاكم، هذه اللي عندي نقولها. والنداء هذاك اللي قلت للمغاربية وقناة العصر، ماذا بينا يديروا حصة سبيسيال هاد الناس اللي الجزائريين اللي عايشين في الغربة في الجزائر، اللي محقور يهدر كما قلت انا شحال مخطرة، ومو حنا رانا نهدروا. مي هادوك الناس اللي يقول لكم مش لاباس الى اخره، واش درت؟ واش درت؟ قلنا واش درت بولي كريتيك دي زوتر، كريتيكي واحد يكريتيك على بوتفليقه ولا على الدوله ولا على بويدين ولا ابو زاد فور، اخويا ابو زاد فور، ابو زاد تري فور. مي باش تمدو دي سوليسيون نخرجو كيفاه، كيما قال واحد السيد قال هادي من بالي دي، يعني لو كان واحد يطبقها، لو كان القنوات تاعنا قنوات العصر والاخر المغاربيه يديروا حصة سبيسيال تاع النهار لي زيدي الأفكار كيف نخرجوا من لامبيويتي، نديوها نخرجوا منها كيما داروا جماعة تاع لي سونتيجيديو مالغري لا ديفيرجونس تاع ايديولوجيك، بيتافخو خرجوا افيك اون بلاتفورم، سبحان الله. هذه اللي حبيت نقول، وان شاء الله يا ربي يوحدنا
شهر يعاوننا عينا من الحكم هذا، عينا من الجزار، عينا من ولادهم، عينا من بوتفليقة، عينا من خوه. خلاص خلاص يا خويا، كما يقول الدنيا تطول ولا تقصر، يجي نهار وين يروحوا. مي حنايا نخمو ابري شكون يجي، ابري واش يكون، ابري كيف نخرجوا للجزائر، الجزائر من الازمه هذه، وكيف الشعب يعيش لاباس. باسكو مالغري كو تكون ديمقراطيه توجور تكون كما يقولوا المعارضه الكريتيك، مي هذيك الكريتيك لازم الانسان يديها بالحسن، ما يديهاش افيك لو نيجاتيف، يخمم نيجاتيف، يديها توجور افيك بوزيتيف باش الانسان يسكن روحه. هذا ما كان. نقول لكم السلام عليكم يا خوتي، على البروشان ان شاء الله.